بروحه ها في بعض الغرب اشتغلت بروحه واسقطت الطيارات العراقية. كنا بسرعة التجهيزات الحديثة في ذلك الوقت كنا نستطيع بوجود أسلحة حديثة كان يمتلكها الجيش الكويتي في التصدي للقوة النارية العسكرية 3-4-5 أيام حتى يصل النجدة من درع الجزيرة وحتى تصل قوات صديقة للدفاع تساند الجيش الكويتي خاصة المدافعين غير الهجوم. شوف الآراء تتعدد بهذا الموضوع. كنا نملك 7 زوارق حربية فرنسية لكن حديثة. أنا سألت الله يذكره بالخير الفريق جابر الخالد بس معنا كنا قاعدين بديواني قلت له طويل العمر لو احنا مدافعين قال له احنا مدافعين احنا ممكن نوقف لكن ما راح يبقى منا احد ما يخالف عشان الكويت ما راح يبقى منا احد شنو ما يبقى منا احد انا راح ادافع اي انا عارف ما يخالف انا عارف انا عندي تكتيك عسكري في خط دفاع ان شاء الله القوات العسكريه تنسحب للخط الدفاع الثاني انا افهم في المؤسسه العسكريه اخ محمد هناك خط دفاعي اول صحيح هناك صحيح. خط دفاعي ثاني ان شاء الله خط دفاعي في المملكه العربيه السعوديه صحيح. صحيح. بس ادافع مو من السهل يعني ما ترى بكل صراحه يا استاذ فهد اللي يقرا التقارير لا يحمل الجيش الكويتي يا استاذ محمد مو من السهل انك تقعد على اريكه وتقول لي لو دافعنا او حطينا انا رجل عسكري واعرف شنو الظروف اللي كانت موجوده وشنو القدرات العراقيه وشنو الضغوط اللي كانت على المسؤولين وشنو تبعات الهدف هناك خيارات سياسيه امامنا رئيس الأركان هو رجل عسكري ينفذ أي توجيه سياسي يا رجل كان هناك التجنيد الإلزامي التجنيد السياسي. الإلزامي كان باستطاعة لو التجنيد في ذلك الوقت الآلاف من أبناء الشعب الكويتي أنت تتكلم كلام كان ممكن أن نتصدى يوم يومين ثلاث أربع ممكن نتصدى للمواضيع هذه أنت ما تتحدث حديث تكنيكال أنا رجل تكنيكال لما أقول المصطلح اسمعني التكنيكال من السهل أن أي واحد يتحدث يقول والله احنا نعمل واحنا نعمل هذا مو صحيح الكلام هذا انا المهندس ما اتدخل بشغله والطبيب ما اسوي نفسي طبيب عليه المؤسسه العسكريه تاتمر بالامره السياسيه انا ايش قلت لك الامره السياسيه انا كان سؤالي واضح طبعًا. هل القياده السياسيه حتى الحشد يا استاذ اثرت على المؤسسه العسكريه طبعا القرار السياسي كان هو القرار المهيمن على المؤسسة العسكرية ولكن الجيش الكويتي يستطيع الصمود أمام الغزو العراقي تستطيع القوات المسلحة شكرا. الكويتية أن شكرا. تقف لمدة صراحة. محدودة لا أستطيع أن أقول لك يوم أو يومين أو ثلاثة أنا سألت عسكرية ثلاثة أربعة القوى النارية تستمر صحيح. من ثلاثة إلى أربعة أيام صحيح ولكن لا أحد يجي ويرتكي ويقول لي والله الجيش عمل الجيش ما عمل هذه ظروف أكو دول خسرت معارك في أقوى الآن من القوات المسلحة الفرنسية في العالم من أحد الجيوش الكبرى خسرت أمام ألمانيا بس قاومه عدل سقطت باريس بيومين قاومه كان في مقاومة باريس سقطت في يومين في مقاومة لأن كان هناك تكتيك عسكري أنا ما ألماني جديد ما بدك دج بالتاريخ أيوة. ودش وياك أنا ما أبي أجادل لكن أكو دول لكن في النهاية إن القوات المسلحة الكويتية خسرت الحرب في 2-8 خسرت المعركة في 2-8 ولكنها كسبت حرب التحرير وأتمنى أن نستفيد من دروس الثاني من أغسطس يعني هذا شيء بيريد يعني واضح إحنا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا طبعا هناك قدرات أعلى منك الآن شنو القدرات اللي نستفيد منها قد نستقمع نقول والله نزيد قدراتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي نزيد تدريبنا نزيد استعداداتنا نشجع العسكريين المتقاعدين أنا ليش الآن بلوم الحكومة الرجل المتقاعد اللي خدم بالجيش احنا على اساس ما نطلع على اساس عندي ماكو استاذ لا 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 ارجوك عطني دقيقه لا لا لازم ارد عليك لا بترد علي انت ترد علي وقوات مسلحه وتقول انا الان بسالك عن مواقف الجيش الكويتي على اساس لا تطلعني في موضوع المتقاعدين وادري خلينا دقيقه من ضمن المحاور ليس حاليه مو الحين ما اقبل ابو احمد انت قلت لي على المؤسسه العسكريه احنا راح نتكلم عن المؤسسه انا اتكلم عن دور المؤسسه العسكريه الان بعد حصول الغزو ودورها في تحرير الكويت على اساس اروح حق الامن ما تحدثنا انت خليتنا على 2-8 طلعنا من 2-8 بس في معركه الجسور الآن القوات المسلحه في اللواء الدروع 35 اشتبكوا ادوا اللي عليهم والحرس الوطني كل الحرس الوطني الجيوان الحقيقه يعني كانت هناك نقاط مضيئه يعني ضباط القوات المسلحه ما قصروا
لكن انت في شيء يسمونه الادامه واستمراريه القتال، احنا ما عندنا ادامه، العراق كان هاجم علينا 120,000، احنا اللي عدد المحجوزين ما كانوا حتى 5000 او 7000 شخص، يعني انت فيها في شيء اسمه مقارنه القوى، ليش اقول لك انا رجل تكنيكال؟ انا اعرف شنو اتحدث عنه. لكن بس لا تنسى انهم كانوا في حاله حرب بعدين اعطوهم اجازات فتح لهم الاجازات. لكن ناتي اذا الى ما بعد 2/8 شلون ضباط القوات المسلحه تولوا العمليات المقاومه العسكريه بالاضافه الى مقاومه صحيح. الشق المدني وعدم العسكريين انا اعتقد المقاومة. وانا كنت احد وكان لي شرف المشاركه في هذا الاخ عذبي الفهد والعديد يعني حقيقه من ابناء الاسره الحاكمه الشيخ فهد سالم العلي الحقيقه انا اسماء احاول اتذكرها بالاضافه للاخ محمود الدوسي والكويت يعرفون نجوم المقاومه اللي ما يحتاج حتى نتكلم اليوم عن هناك يشكك في محمود الدوسري لا ابدا محمود الدوسري يوم اللي كان يوم الايام المقاومه يوم الرياجيل قامت تتخطي خطوه ورا خطوه قدام كان محمود يركض ركض يعني هذا شيء قنابل من السيارة هذا شيء صحيح راح يعني نذكرها الحين أما الحقيقة ما في مرحلة التحرير أعتقد أن القيادة الكويتية وقفت مع الجيش الكويتي أنا أعجبني المواطن الكويتي أعجبني الشاب الكويتي اللي عمره 18 سنة يروح يتدرب في معسكر صويحان أو يتدرب في الدمام ويجي أحمله أنا بالقنابل وأعطيه الرشاشات وأوديه مصر أعجبني نجيب العوضي لما أمه تعطيه كفن هو رقيب هذاك الوقت تقول له هذا كفنك وأوعى تلتفت وراء اطلع للأمام يعني هذه نقاط موجودة نجيب على فكرة وكيل ضابط يعني كان وقتها رقيب هذه لرجال القوات المسلحة هم اللي قلتنا عنه بالفاصل اللي عمره 17 سنة كثير مو واحد ولا اثنين تزور يعني انه بالضبط هذه الناس هذه نقاط مضيئة للمجتمع الكويتي ككل اما ليش ما الحين كذي اما بالنسبة للربح والخسارة بنتي اسرار للربح والخسارة الدول تخسر وتربح والحرب والسجال يعني معروفة احنا الان نريد أن نتقدم دولتنا إحنا نريد أن نعطي الشباب فرصة نريد أن نقدم لل نذكر قصص أنت مرت عليك قصص تضحيات كثيرة بالضبط أنا يعني اليوم يعني انصدمت موضوع 17 سنة هذه ما طبعا مو واحد ولا اثنين هذي اللي كانوا معاي في لواء الفتح في السرية الثالثة كان قائد اللواء الله يذكره بالخير ووجه له تحية الفريق متقاعد فؤاد حداد وكان قائد الكتيبة ناصر الزعابي الله يذكره بالخير الآن عميد متقاعد ومعنا عبد العزيز الغانم ومجموعة الحقيقة من الضباط والأخ يعقوب أكبر مجموعة كثيرة يعني لكن أنا اللي أريد أنا أوضح لك المثل إن أخذنا شباب من السعودية وديناهم مصر دربناهم تدريب صاعقة تدريب خاص في شهر عليه أن يتعامل مع القنابل اليدوية ومع المدرع ومع الأسلحة ومع كذا ورجعنا فيه في العبارة العسكرية بكتيبتين بالبحر من ميناء الأدبية إلى ميناء ينبع ووصلنا ولما وسياراتنا وصلنا حول القصيم ثارت عاصفة الصحراء بدل ما يروحون لبيوتهم حركناهم على الخط الأمامي للجبهة بالقرب من منطقة الخفجي في صياد تخاديد فهذه شباب يعني قدم لا تنسى دور القوات الجوية الكويتية بذاك الوقت طبعا كانت هي تضرب تقصف الأهداف الداخلية الكل كان كلفت القوة الجوية الكويتية بالمهام الحرجة حسب كلام صحيح. قائد القوة الجوية السابق على مستوى منخفض وكانت لو لبل يرمون لمجسات القوة البحرية الكويتية وهذا شيء ما يعلمونه المشاهدين القوة البحرية الكويتية كانت في أرض العمليات في الكويت في 25/1 وتعاملت مع حقل الدرة اللي الان او الحقل البترولي وتعاملت مع اهداف عراقيه ودمرت الاهداف العراقيه، القوه البحريه الكويتيه عملت عمليات تمويه وتشتيت للقوات العراقيه، القوه البحريه الكويتيه منعت انسحاب لواء عراقي سكرت الطريق كان متواجد في فيلكا وتم اسرهم، 1400 عسكري تم اسره. هذه نقاط كلها مضيئه للقوات المسلحه الكويتيه. القوه البحريه الكويتيه طلعت بزورقين وتعاملت 8 شهور الله يذكره بالخير أوجه له التحية الحقيقة الأخ العميد جاسم الأنصاري ويعقوب المهنة الحقيقة هذيلا ناس مع أفرادهم ومع ضباطهم وكل إخواننا الضباط لكن الدولة قدرات ما هي الحرب لا أحد يريد الحرب إذا استطعت أن تتجاوز كل الخلافات وأن تضع الحرب كخيار أخير أنت رجل كاسب لأن في الحرب لا يوجد أحد رابع أروح حق أستاذ هذا الراجع ترى الدولة والمجلس استفادوا ها اليوم أي تهديد عراقي تلقى في المقدمة الجيش الكويتي
اليوم عندك قاصفات سيميراميتش هذه الآن قوة نارية رهيبة تبيد لك القوات الأمامية. نملك سلاح جوي طيب، نملك قوة عسكرية بحرية، احنا نملك يعني نملك بشي. الآن قوات يعني تذكر في 2003 استخدمنا نوع الصواريخ الإيطالية في الأصل صواريخ آمون المصرية، الآن تقصف في الصواريخ المنخفضة، عندنا الآن باتريوت تقصف الصواريخ نملك دفاع جوي جيد، نملك قوات، نملك الآن أبرامز الأمريكية، نملك أسلحة جيدة، احنا نملك منظومة من منظومة جميلة جدا. يعني استفدنا من الموضوع الغزو هذا السؤال، لكن الحقيقة الاستفادة الكبرى من الغزو أن علينا أن ندرك أن الخليج العربي يجب أن يعمل كمنظومة واحدة. كلام جميل، يعني هذا واليوم قرار أمراء وملوك مجلس التعاون الخليجي بالوحدة هذا الأهم، ودور اليوم شفنا درع الجزيرة دورهم في البحرين، الأمور الكثيرة اللي هم بس على اساس اعطي فرصه طبعا. ورح ارجع لك، عندي لك محاور وايد ضروري الحقيقه على ورح ارجع للمتقاعدين اللي ببالهم راجع الامور. هو الاستاذ اختي اسرار سالت السؤال مساء، ايضا الدور المدني كان كبير في كانت حكومه تكافل، دور تجار الكويت، دور رؤساء الجمعيات، بسمع منك وابي القصص والذكريات الجميله اللي كانت وياك اساس اسمع. احنا في بدايه الغزو جينا على الجمعيه وحاولنا نرتب امور الموظفين اللي تدري أكثر الجمعيات الأيدي العاملة هي غير كويتية، فصار اجتماع في ثالث يوم في مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية في ضاحية عبد الله السالم بحضور مدير إدارة التعاون الآن هو وكيل وزارة الأستاذ محمد الكندري، وكان خالد الوزان موجود، وفي أشخاص أنا يمكن الحين ما قعدنا نتناقش المخزون الغذائي بالكويت ودور الجمعيات وكيف التعامل، لأن الأزمة ما ندري متى راح تخلص، فأموال ما عندنا قد يكون نضطر ناخذها على هذه. وهنا عملنا اجتماع آخر برؤساء الجمعيات ومنهم الشهيد النوت رئيس جمعية العارضية مبارك النوت، مبارك النوت، فاتفقنا بأن على الجمعيات التعاونية أن لا تتصدى للقوات العراقية بأي قرارات حفظاً على أرواح الرؤساء وموظفين الجمعية، أي شيء يطلبون اخذهم بالسياسة لا تقعد كذي، وكان اتفاقنا. ولكن الشهيد مبارك يمكن هو عنده قناعة ثانية واستشهد في الأسبوع الأول والثاني من الغزو، احنا عملنا ارتباطات كان له دور كبير اي، فكان يعني رفض صاحب السمو ايه؟ وكان عقوبته الاعدام رحمه الله عليه. هذا الرجل الشهيد الشهيد التعاوني لازم نصب تذكار الان حتى الطبع. قيل الخبر ان الوضع عليه شبع واعتقد وتم اطلاق الرصاص عليه صحيح. يعني انا عفوا اني اقول التفاصيل لكن يجب ان نذكرها لهذا البطل، المفروض ان الحكومه أن تسجل اسمه على أحد الشوارع صحيح. واتحاد الجمعيات صحيح. للأسف اتحاد الجمعيات يجب أن تقوم بدور بإطلاق اسم الشهيد مبارك على أحد المرافق الموجودة أو تعمل له رمز، يعني أكو في الدول الثانية رمز جندي مجهول بس هذا رجل شهيد أعطى روحه دفاعا عن الوطن ورمز البلد. كمنا احنا الجمعيات عملنا اتصالات مثل ما تفضل أخوي محبوب محمد في البداية أن الحكومة الكويتية عينت في كل مناطق الكويت من يقوم بإدارة الأمور. احنا كان عندنا المرحوم شهيد وليد الصقر نقيب كان بالجيش، كان هو موجود عندنا بالجابرية، فاتصل فيني والتقيت فيه، طلب مني توفير بعض الشقق وهويات الجمعية لتغيير هويات العسكريين في المنطقة. كان عندنا عسكريين بالجابرية من طيارين ومن قادة كبار، منهم اللواء المتقاعد محمود وشهري واللواء المتقاعد مصيب نجم، عندنا اللواء طيار كان علي جواد، وعندنا يعقوب أكبر، مجموعة كانوا كنا نوفر لهم أماكن سكن في شقق اللي دروا بيوت جماعتنا اللي في الجابرية، وكانوا متعاونين وتوفير روادو واتصالات سلكية غير هاتفية. وقمنا باتصال بالمرحوم الشيخ مبارك جابر العلي، كان سند لنا في الجابرية بتزويدنا بمبالغ لصرفه على الخدمات المدنية وأسر الضباط، لأن كان إذا راحوا المقفر راحوا البنك يسحبون راح يعرفونهم فيمسكونهم. كذلك
عملنا اتصال مباشر، انا رحت زياره من عندي الى دكتور يوسف النصف كان مدير مستشفى مبارك مع دكتور ابراهيم باباهاني والجراح دكتور عبد الله.